أكد مراقبون أهمية قرار المجلس العسكري بحالة عدد من منسوبي القوات النظامية إلى التحقيق بشأن أحداث 29 من رمضان عقب تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة. إعلان المجلس العسكري تشكيل لجنة تحقيق مشتركة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة يوم 29 من رمضان يراه بعض المراقبين يرمي بظلال إيجابية على المشهد السياسي المحتقن ويغلق الباب أمام تدوير القضية دوليا. المجلس أعلن عن لجنة تحقيق مشتركة. السؤال: لجنة تحقيق مشتركة من من؟ هل من المجلس العسكري، من القوات المشتركة نفسها، الجيش والشرطة والأمن وقوات الدعم السريع؟ وهي ذات القوات جزء من منسوبيها متهمين بفضل الاعتصام بالقوة. لن تكون أنت في نفس الوقت القاضي والجلاد والضحية. والمطلوب لجنة تحقيق مشتركة بما فيها ضمانات دولية كما تنادي بقية القوى السياسية وقوى إعلان الحرية والتغيير، حتى تكون المسألة بصورة أكثر شفافية وأكثر وضوح. المجلس العسكري تعهد بأنه لن يتوانى عن تقديم أي من منسوبيه المتورطين في فض الاعتصام بالقوة، ولكن التحركات الإقليمية الأخيرة من أبي أحمد من رئيس الوزراء الأثيوبي قد يكون ضامن للاتفاق وضامن للحراك الذي تم مؤخرا بين قوى الحرية والتغيير وبين المجلس العسكري. رغم إيجابية الخطوة، إلا أن البعض يرى قصورا فيها إذا لم يشرك المجتمع الدولي في لجنة التحقيق، ذلك ليعطيها نوعا من الحياد والمصداقية كسبا لثقة الشعب السوداني الذي اتسعت قوة الثقة بينه وبين المجلس العسكري. بكل تأكيد هي خطوة صائبة للمجلس العسكري بإعلان تشكيل لجنة التحقيق، لأنه باعتبار أن الأمر كان مفاجئا، ثم حدث تصعيد على المستوى الدولي، حدث استنكار واسع على المستوى الداخلي والمحلي لخطوة المجلس العسكري. لكن الآن مضي المجلس في تشكيل لجنة التحقيق بكل تأكيد هي خطوة ستكشف الحقائق بشكل جلي للرأي العام الداخلي، ثم أن الخطوة هي تقطع الطريق أمام قوى الحرية والتغيير فيما يلي تدويل هذا الملف، ملف فض اعتصام ميدان القيادة العامة. أمر آخر أن الخطوة في حد ذاتها هي تكسب صيغة الرأي العام أو الشعب السوداني في المجلس العسكري باعتباره أنه أعلن مرارا بأنه لن يجامل أي متفلت من بين صفوف القوات النظامية المختلفة. هذا يبدو أن خطوة تشكيل لجنة التحقيق التي أعلنها المجلس العسكري تواجه بانقسام في الرأي العام حول جدوى الخطوة من عدمها، ويدعو بعض المتابعين إلى ضرورة سد فجوة عدم الثقة بمساعدة المجتمع الدولي الذي يعده السودانيون ضامنا لأي عملية سياسية في مقبل الأيام. إسلام الأمين لقناة طيبة، الخرطوم.